صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل أكثر من 10 سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة. قبل؟ يقول أحسن الله عليكم: قبل أكثر من 10 سنوات. أكثر زين. يقول: قبل أكثر من 10 سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة بضعة أيام. في أحد الأيام ذهبت بعيدا فاستمليت ولم أغتسل لأني لم أجد مكانا، والماء يحتاج إلى تسخين، ولكني توضأت. فلما أتت صلاة المغرب قدموني فصليت بهم، كذلك العشاء. فلما عدت إلى البيت من اليوم الثاني اغتسلت وأعدت الصلاتين، فهل علي شيء؟ إذا كنت تقول إن الماء بارد ولا تقدر تسخنه، لأنكم في البر ما تقدر تسخن الماء، تيمم يا أخي، تيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة. فإذا كنت تيممت لأنك ما تقدر على استعمال الماء تيممت، صلاتك صحيحة وصلاة من خلفك صحيحة. أما إذا كنت تقدر على تسخين الماء ولكنك ما لم تعمل هذا، صلاتك ما هي صحيحة. فأنت تعيد الصلاة وتأمر إخوانك اللي صلوا وراك أنهم يعيدون الصلاة. نعم.